خلينا نشوف تعليقات المشاهدين ومشاركاتهم معانا على صفحة بيتنا أحلى انطلاقة الدعوة. اشتقنا لسماع هكذا قصص لكي يرى أطفالنا ما كنا وما صرنا. قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جميلة، استشهد رحمة الله ورضي عنه في غزوة أحد عندما هجم الناس على الغنائم تاركين أمر رسول الله. هكذا حالنا، نخسر خيرنا ما دمنا نسير خلف الدنيا، نخسرهم واحدا تلو الآخر. هو أسد الله، هو سيد الشهداء، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم أجمعين في جنات النعيم، جزيتم عنا خير الجزاء. طبعا عايزة أقف عند التعليق ده، شيخ أيمن، هل صحيح أن قتل سيدنا حمزة لما بدأ المسلمين يتشغلوا بالغنائم وتركوه؟ طبعا طبعا، دي تبعات معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجي في غزوة أحد رأى في رؤيا أن ثلمة في ذباب سيفه، يعني كسر في ذباب سيفه، فأولها أن رجلا من أهل بيته يقتل، رجل عظيم من أهل بيته يقتل في الرؤيا اللي شافها قبل أحد. فطبعا قتل سيدنا حمزة نتيجة مترتبة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة معصية بعض أفراد من الأمة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده نتيجة حتمية. فما تقول هذه الأخت دقيق وإلى أبعد درجة. طيب أميرة زماني بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك أستاذة ندى وأستاذة تسنيم، وحشتوني، ربنا يخليك يا أميرة، بجد كل الشكر والتقدير لكم على ما تقدموه، وكل الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل الشيخ أيمن خميس، بارك الله فيك وحفظك وأرجعكم إلى بلدكم سالمين، اللهم أمين يا رب. شكرا لكل القائمين على البرنامج الرائع، اجتماعي بمعنى الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشكرك شكرا جزيلا يا أميرة، قدوتي أمهات المؤمنين ما شاء الله، أسد الله، إني أشتاق لسماع هذه القصة، بارك الله فيكم، يا ريت تكسروا من هذه القصص، ما تكونش يوم واحد بس، وجزاكم الله خيرا بإذن الله. شمس الأصيل، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وليد بيقول جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه في انتظار الحلقة، بشكركم جميعا شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا على صفحة البرنامج، وكمان كل متابعينا اللي منورنا ومشرفنا على اللايف الموجود على صفحة مكملين أو على صفحة بيتنا أحلى.